خلال التجربة الثقافية هذه رغم أنها شاقة صراحة فكرنا الأبطال شكون هما الأبطال؟ الأبطال هما الرجال اللي ضحوا على البلاد هذه اللي هما الثوار المجاهدين الشهداء الأحرار عليهم رحمة الله. صراحة الشعب هذا في جبال الشبيبة هذه اللي الشبيبة كيما الشبيبة ماشي كاع تاع البعض ولا الأغلبية أكره هذه الشبيبة الشبيبة هو رجال المستعمر المجرم المستعمر الفرنسي كان عندنا عداوة مع الشعب الفرنسي عندنا عداوة مع الجيش الفرنسي لأن الشعب الفرنسي كان منه أبطال كانوا مع القضية الجزائرية وعارفين الثورة الجزائرية وعارفين بلي الجيش تاعهم راه ظالم هاد الأمة سواء في الجزائر ولا في إفريقيا كاع وين كانت المستعمرات. هذا الميساج قلنا لخاوتنا انهم يزوروا هذه القمة وهذه الجبال ويشوفوها الرجال الابطال عليهم رحمة الله. لهذا بغينا نترحموا عليهم ان شاء الله هذه المباركة الثلاثاء. هذه هي وعقدنا العزمة ان تحيا الجزائر والمجد والخلود والشهداء الأبرار. تحيا الجزائر فلسطين مع قضية القدس لأنها تحت مسلمين وعرب ولا أمازيغ وهم يجمعنا في الإسلام ندافع على فلسطين على جميع المسلمات الصهاينة المجرمين. وهذه هي وربي يحفظنا ويحفظكم وإن شاء الله نتمنوا ربي يوفقنا القمم تاع الولايه تاع عياد سليمان وفقنا كاع القمم ان شاء الله وكملناها ونعاودوها حافظونا غير هاد اللافتات ان شاء الله. وهذه هي ومرحبا كاع بالعشاق تاع لي روندوني تاع التراب تاع كاع اللي بغاو يجيو مرحبا بكم زوروا هاد اللافتات. وهاد اللافتات درناها على جال روبير تاع فرنسا. فرنسا كدير روبير في القمم على جال المافياس تاعها اللي في لوك تاعها واش كاين الضباب والسجاده في مدينه القمم حتى عندك يعني القيام ممكن تدعوا واحد يجي في القمم فيه الزئبق ولا خاطر يسرقوه بعد الاستقلال الناس كتطلع هنا القمم ديما ايديهم. كاين ثلاث قمم هذيك اللي هنا وهذي وهذاك راه وين المهم فرنسا كدير هذا الوسطاني حنا درنا هذا هنا في البلاصه وهذه هي وراح تشوفوا القمه.